أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2019، وذلك وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة. هذا وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2019 انخفض معدل البطالة في إجمالي السكان من سن 15 فأكثر إلى 5.6%، وذلك للربع الثاني من عام 2019 مقارنة ب 6% للربع الأول من نفس العام. وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين الذكور والإناث 15 سنة فأكثر، حيث بلغ 12.3% للربع الثاني من عام 2019 مقارنة ب 12.5% للربع الأول من نفس العام. هذا وبينت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين الذكور والإناث بلغوا 15 سنة فأكثر، حيث بلغ 45% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة ب 42.3% في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ 23.2%. يذكر أنه وفقا لنتائج النشرة وبيانات وزارة الخدمة المدنية، بوابة جدارة وساعد، وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية، بوابة طاقات، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019 1,208,855 فرد.